وقال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكلمة رهقا أي ذعرا وخوفا، والتعبير بالرهق يدل على أن هذا الخوف قد بلغ منهم مبلغه إلى أن أرهق أبدانهم، وهذا يدل على أن هناك تلازما بين الباطن والظاهر، وأن الأمور النفسية القلبية يكون لها أثر على ظاهر الإنسان، فإذا حزن القلب ظهر الحزن على الجوارح، إذا اتقى القلب ظهرت التقوى على الجوارح، إذا مرض القلب ظهر المرض على الجوارح. ولذا من يصاب، عافانا الله وإياكم من البلايا، من يصاب بأمراض نفسية وليست عضوية يكون المرض في الأصل نفسيا، ثم يتدرج به الأمر إلى أن يمرض بدنيا. فقوله عز وجل فزادوهم رهقا أي زادوهم خوفا على خوفهم حتى بلغ هذا الخوف أبدانهم فأصابها الرهق،